مشاهدينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي غجا نيوز. الرجاء السائل مشوار بالبطوله الاحترافيه بتعادل داخل الدار امام اولمبيك اسف. وفي حلقه اليوم نتابع تقرير حول هذه المواجهه بالاضافه الى تصريحات اللاعبين. ضمن عدد اليوم نتابع استعدادات النصور للقاء القادم امام اولمبيك خريبكا هناك ملعب الفوسفات. كل هذا بالاضافه الى جديد الفريق والابرز عوده ابن الرجاء مروان زمامه لاحضان الفريق لعقد يمتد لموسمين. هذه كانت ابرز العناوين، فمباشره للتفاصيل. استأل فريق الرجاء الرياضي مشواره بالبطولة الاحترافية بتعادل إيجابي هدف لمثل أمام أولمبيك آسفي. أبناء الزاكي دخلوا المواجهة وعينهم على العودة بأقل الأضرار، وبالفعل تأتى لهم ذلك بشتى الوسائل الممكنة. وقد تقدم أبناء الجنرال في الدقيقة 32 قبل أن يعدن مهاجم الأولمبيك عبد الله مادي في الدقيقة 54. وتفهم جمهور الرجاء النتيجة التي تعتبر سلبية داخل الدار، لكن في حد ذاتها مهمة بالنسبة لحامل اللقب لإعادة ترتيب الأوراق. المقابلة اللي جريناها ضد أولمبيك آسفي كانت بشهادة الجميع مقابلة مثيرة. عرفت فترات لاعب يعني لا بأس بها، لكن على العموم لم ترقى الأداء الجماعي، لم يرقى للمستوى اللي يعني ما كانت تطلبه اللي تيطمح ليه الجمهور ولا احنا كطاقم. تنتظرنا عمل كثير باش نصلحوا ما يمكن إصلاحه ورجعوا الفريق للإيقاع وطريقة اللعب الجماعي اللي ظهر بها خلال المقابلات الإعدادية الدولية منها والمحلية. بالنسبة للمقابلات ديال يعني الموسم شاق وطويل، وتنتظرنا واحد يعني مزيد من الصبر، لحقاش من الصعب توصل القمة، لكن باش تبقى في القمة سي انكور بلو ديفيسيل. احنا شاعرين بالمسؤوليه والضغط اللي غادي يكون علينا طيله الموسم. بالنسبه للفرق، جميع الفرق اللي تتلعب ضد الرجاء لا داخل الميدان لا تكون هي مستقبله، بالنسبه لها هي مقابله الموسم، تيحضروا لها يعني بالجديه اللي تتستاهل. احنا عارفين بان نصوم يعني ليكيب اباتخ، ما وخاصه تنتظرونا مقابلتين خارج مدينه الدار البيضاء، خارج القواعد ديالنا. مقابلة الأحد ضد أولمبيك خريبكا غادي تكون مناسبة لتصحيح المسار ولاسترجاع النقطتين اللي ضاعوا منا داخل مدينة الدار البيضاء. باب الانتدابات الخاص بالرجاء لا زال مفتوح، خصوصا إذا تعلق الأمر بأحد أبناء الفريق. مروان زمامة آخر الملتحقين بالنصول لعقد يمتد لسنتين، يبحث من خلالها زمامة لإعادة الأمجاد التي عاشها رفقة الفريق قبل 6 سنوات من الآن. حمل من خلالها مجموعة من الألوان، بداية من الهيبرنيان السكوتلندي، مرونا بميدلسبروغ الانجليزي والشعب الاماراتي، قبل ان يقرر العوده للاصل والدفاع عن الوان الرجاء. مروان حظي باستقبال حار من الجماهير وايضا من الزملاء. وينتظر الرجاء بحر هذا الاسبوع مباراه قويه امام نادي اولمبيك خريبكا بملعب الفوسفات. الخضر سيبحثون عن العوده بنقاط المواجهه لضمان بدايه قويه ولتعويض ولو بجزء بسيط اداء الفريق في اولى الجولات. المدرب محمد فاخر يراهن كثيرا على هذا اللقاء لتأكيد الثقة التي اكتسبها الفريق في المقابلات الإعدادية. واجي باسكو ابري نوترو سي مي شيك كونتر لي سافي دونك اون افان بي بارتو شي نو دونك دو توت فاصون سوم توس ديسي بار سيت ريزولتا مي سا في باتي دي فوتبول كوا اي سا بروف اوسي كو سيت تاتاني لي كلوب فريمون يفون با نو فير دي كاكادو. Donc, donc il faut bien se préparer encore en conséquence pour bien aborder tous les matchs quoi. Donc maintenant c'est la deuxième jour de la reprise. Vraiment on a oublié cette match là, donc on est en train de se bien préparer pour les matchs prochains inchallah. الاستعداد الحمد لله كدات في واحد الاجواء مزيانه واللعابه كاملين واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم. ان شاء الله احنا غادي المدينه خريبكا باش نحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله اللي تخلينا ان شاء الله باش نثقوا في نفوسنا ان شاء الله اكثر ونفرحوا ان شاء الله الجماهير الرجاويه. اكيد بان الجمهور الرجاوي تيطمح للاحسن وتيتمنى تكرار بدايه الموسم الماضي، لكن في كره القدم ما كاينش علم ثابت، ما تقدرش تعرف. اون بلوس لي زيكيب toutes les équipes sont encore en rodage,
ما تقدرش يعني حقا تشري سياره جديده خصك واحد العدد ديال الكيلومترات تمشي بواحد السرعه ليميتي بوغ لو غوداج. اذا نفس الشيء بالنسبه اذا خص واحد 3 أشهر لايجاد ايقاع اللعب هادشي نظريا. اذا يجب انتظار الدوره الخامسه او السادسه ل باش نوجدوا باش يظهر فريق الرجاء بالوجه اللي ظهر عليه السنه الماضيه. تنطمئن فالجمهور الرجاء بان الرجاء الموسم الحالي بصحه جيده ولا داعي لي فوبا دراماتيزي. هذه مقابله اولى اوغوزمون توت لي زيكيب الاخرين المنافسين بوتونسييل اللي يقدروا يلعبوا على اللقب تاعهم وتعادلوا. حنا اون دراماتيز با تنبقاو بوزيتيف خصنا هذا لو كابيتال كونفيونس شي لي جوغ نحافظوا عليه. المدرب قام بواحد الاجتماع اللي وضع عليه الاسبوع على نقاط الاختلال سكي اي تي سكي نا با اي تي وتستمر العمل بالجديه المعهوده وغادي نكونوا ان شاء الله في احسن مستوى في مقبل دورات ان شاء الله. وعن الحالة الصحية للنصور فكل اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة باستثناء رشيد سليماني والإصابة على مستوى الركبة. وفي دردشة قصيرة رفقة طبيب الفريق الدكتور عبد الرحمن محيب أكد لنا على أن سليماني بعد أسبوعين سيعود لاستئناف التدريب. إذا المشاهدين الرحلة صوب خريبقة لن تكون سهلة لكن الأساس هو العودة بالثلاث نقاط لضمان بداية قوية. هذه تحيات فريق عمل البرنامج في أمان الله.